تعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقة هيمشي ازاي. بجد الحلقة فيها شغل. الطايم بتاع الحلقة بتاعتنا تقريبا 50 دقيقة مشفيين يعني. ولكن هنعمل الاكل ده ازاي؟ مش مطلوب من حضرتك انك تعملي الاكل ده في ساعة زمن، انت براحتك في المطبخ. ولكن احنا معانا شوية مزمبلاص اللي هو التحضير، فراخ متقطعة ومتشالة الجلدة بتاعتها، عندنا البطاطس متقطعة وجاهزة. عشان بيسألوا على السوشيال ميديا شيف مغازح بنحاول نقلدك ونخش المطبخ نعمل الاكل اللي بتعمله في ساعه زمن، ده مستحيل طبعا. احنا معانا مساعدين شطار وفي نفس الوقت بنطلع بالمزمبلاص بتاعنا اللي هو التحضير يعني. والجبنه مبشوره وجاهزه، السبانخ متنظفه ومتقطعه، البصل الاخضر متشال منه العروق بتاعته متنظف، الطماطم مغسوله. ده لازم طبعا بياخد منك وقت، فده تحطيه في الاعتبار، ياخد منك ساعه زمن كمان مع الوقت بتاع الحلقه، يعني تقف في المطبخ ساعتين تقريبا. احنا بنوضح النقطه دي لان اتسالنا فيها كتير على السوشيال ميديا. هنبدا بمقادير اللازانيا. لازانيا مقاديرها على الشاشه بالتفاصيل. لازانيا اللي هي عجينه اللازانيا موجوده في اي سوبر ماركت بالشكل ده كده، اهي زي الفل. في منها الاخضر وفي منها الابيض. الخضره بتبقى واخده طعم السبانخ. انا حبيت اجيب البيضه النهارده عشان احنا هنعملها بالسبانخ، فتبقى في الوان حلوه في الطبق اللازانيا بتاعنا. معانا لحمه مفرومه وبصل وتوم وسبانخ طبعا خضرة وزي الفل، بتتكلم عن نفسها من الارض الطيبه. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. هنبدا ان احنا نعصج اللحمه المفرومه بتاعتنا. تعصيج اللحمه للازانيا غير تعصيج اللحمه لما نعمل حشوه. اللحمه هنا بتبقى تعصيجها نص سوى او ثلاث ارباع سوى، يعني بتخليها تكمل سواها مع اللازانيا. نحط معلقه زبده كده ومعلقه سمنه صغيره. حلو. اللحمة المفرومة ممكن تكون ضاني، ممكن تكون كندوز حسب الرغبة. النار بتاعتنا جديدة وزي الفل تمام بالشكل ده كده. عينينا بتدمع من البصل. هعلمك تعملي حاجة حلوة. عود روزماري حلو، عود زعتر حلو، ممكن تحطيه زي ما هو كده وتشيليهم بعد التحمير. شوية زعتر حلوين كده. الحاجات الصغيرة دي بتفرق في المطبخ، بتخليكي تقولي ان انا يعني ايه واثقه من نفسي كده وبعمل حاجات لطيفه وجميله. ما تسيبيش البصلات تتحمر لوحدها، وسبتها تتحمر لوحدها هتطلع لك طبعا البخار، هيدمع عينيكي، هتبقى ريحه المطبخ بصل. احنا كده مش شامين ريحه البصل خالص، لان الزعتر والروزماري سواء الزعتر اليابس اللي هو الناشف مع الزعتر الاخضر الحلو الطازه والروزماري طبعا بيغير من ريحه البصل، ولكن مش بيغير من طعمه. اه شايفين الطعم زي الفل. معانا فص توم حلو، حاجات صغيرة بتفرق. فص توم مفروم ناعم. ننزل باللحمة المفرومة بتاعتنا زي الفل. البشاميل عندنا جاهز. الأكلة دي فيها ثلاث حاجات: لحم مفروم متعصج، بشاميل، واللازانيا طبعا بالمكونات بتاعتها السبانخ. عشان كده الأكلة دي بتاخد وقت كبير في الشغل. اللهم صل على النبي. نبدا ان احنا نعصج اللحمه كده، نخليها تقريبا نص سوا. البشاميل بتاعنا بيبقى 3 معالق من الدقيق او نص كوب من الدقيق، بياخد كوبايتين حليب. البشاميل هنا خفيف بيكون، ونقدر نحط له شويه شوربه لحمه او شوربه فراخ. ابو كيجر نيم اللي موجود معايا على الشاشه دلوقتي هعمله. ميه بتغلى على النار اهيت، بحط فيها جزر وكرفس وبصل وتوم اهو بالشكل ده كده. فرسان التلفزيون المصري، اساتذه المصورين حبايبي، الحله دي معانا كل يوم حفظناها خلاص يا شيف. دي على فكره بتخليكي عندك ثقه في المطبخ وبتديكي دافع قوي جدا من الطاقه الايجابيه، يعني بتقول الطعم موجود في الحله دي كده، السر في الحله دي. فيها كرفس، فيها جزر، فيها بصل، فيها توم، مش هتخسري حاجه. خشيت المطبخ هتعملي النهارده بوفيه، هتعملي اكله عازمه حد، مش هتخسري حاجه لما تجيبي حله كده عندك انت مش عايزاها، بتحطيها على النار، بتحطي فيها بصلايه، شويه كرفس حلوين، فصين من التوم، شويه خضره اللي موجوده عندك، عندك عظم فراخ حطيها فيها، عظم لحمه حطيها فيها، بتغنيكي عنك تجيبي مكسبات طعم. احنا مش ضد مكسبات الطعم، ولكن ضد المنتج نفسه، احنا مش عارفين مصدره ايه وايه حكايته. فايه المشكله لما يكون عندك المطبخ بتاعك هيلسي بطريقه لطيفه؟ مش معناته ان احنا عاملين ريجيم قاسي او ان احنا لا بالعكس خالص، عندك الحله اهيت وانت عارف انت حاطه فيها ايه. حلو الكلام. انا بحب المطبخ يكون كده بسيط وسهل. كان زمان طبعا ما كانش فيه
خالص موضوع ان احنا نحط مكسبات طعم ونحط الحاجات اللي بتدي البصل البودر، الثوم البودر، الحاجات اللي احنا عارفينها، ولكن مفيش مانع برضو ان احنا نستخدمها بحذر وبكميات قليله جدا. انا معاك يا غالي اهو، اللحمه اهي تعصق بالشكل ده كده، عندنا السبانخ بتاعتنا طازه وزي الفل، نبص عليها كده اتغسلت ازاي دي يا شيف. اهي السبانخ بنشتريها، بنشيل العروق بتاعتها، اللهم صل على النبي، وتبقى عندي سليمه بالشكل ده كده. السبانخ، الجرجير، كل انواع الخضار اول ما بيشم النار او يتحط على النار على طول بينكبش، بيرجع لربع الكميه. يعني انتوا ما يغرناش مثلا، شايفين سبانخ كتيره بالشكل ده كده، اول ما نحطها في النار دلوقتي هتلاقوهم شويه صغيرين قوي دلوقتي مع بعض. اه اللحمه المفرومه اهيت، نحط التوابل بتاعتنا عليها. توابلنا ايه يا عم الشيف؟ توابلنا ملح وفلفل، بابريكا. انت بتحب البابريكا دايما في الاكل يا عم الشيف؟ اه بحبها. اولا بتنشط الجهاز الهضمي، مفيده جدا، بتدي طعم مميز، ما هيش سبايسي قوي ولكن طعمها مميز شويه. ادي الفلفل الاسود والملح بتاعنا زي الفل، دي التوابل. وانا حاطط زعتر مسبقا مع تحمير البصله كده. اللحمه جاهزه اتحمرت معايا، بنزل عليها بالسبانخ اهي، شايفين السبانخ شكلها عامل ازاي؟ هنحطها يعني كده ونكبس عليها ايه كده اهو اهو، ونفس القصه اهو. كل السبانخ اللي انتوا شايفينها في قلب الطاسه دي بعد دقائق معدوده من بعد ما غطي الطاسه على طول هتلاقيها هبطت ونزلت مع اللحمه المفرومه اهو بالشكل ده كده زي الفل. عندي الشوربه بتغلى على النار، اللهم صل على النبي اهو، دي ميه مغليه. البوكي جرنيه اللي عندي شفت ازاي نفعني اهو، بحط كده اهو بدات تهبط اهي، اغطي الحله بتاعتي، ده المطبخ اهو، وانساها شويه زي الفل، اشيل دي كده واسيبها شويه. السبانخ كده خلصت. انا بوريكي سهوله المطبخ وبساطه المطبخ في انك تعملي حاجه جديده بطعم جديد وحاجه مميزه. على ما السبانخ تستوي مع اللحمه المفرومه شويه هنجهز الكسروله اللي احنا هندخلها الفرن للسبانخ او للازانيا، واحنا مع بعض، والنظافه في ايدك اول باول. مهم جدا مطبخك نظيف، ولا زي ما قلت قبل كده وما زال هقول، وكل ما تيجي سيره النظافه هقول، المطبخ لما بيكون نظيف بيديكي طاقه ايجابيه تشتغل في المطبخ اكبر وقت ممكن. ادي الكسروله بتاعتي اللي انا هشتغل فيها اهي، اللهم صل على النبي. الكسروله بتاعتنا واللازانيا معانا زي الفل. باخد اللازانيا كده اهي، وعندي بشاميل قوامه خفيف مش تقيل، لقيتيه تقل معاكي بتخففيه بشويه شوربه. بشاميل دي مكوناته ايه يا عم الشيف؟ عباره عن حليب، دقيق، زبده. بناخد شويه شوربه من الحلوين اللي عندي دول كده، شفت الحله دي فرحان بيها اهو اهو كده اهو، بدل ما تحط ميه من الحنفيه وميه من البراد اهو. واخدتها كده على جنب واقلب البشاميل ده كده، ظابط الطعم يا عم الشيف اه. باخد شويه من البشاميل اللي حطهم هنا، احنا كده بنركب اللازانيا. يعني ايه الفينش بتاعها؟ عندنا لازانيا هي شرايح بالشكل ده كده اهو. يا بساطة المطبخ، يا مرونة المطبخ، يا سهولة المطبخ. واحنا واقفين مع بعض اهو، دي خطوة. الحشوة عايزاها ايه هنا بقى؟ دي خطوة لأي طبق لازانيا بعمله. الحشوة عايزاها ايه؟ عايزاها سبانخ مع لحمة مفرومة اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي، ماشي. عايزاها تونة، ماشي. عايزاها لحمة مفرومة بس، ماشي. نقلب السبانخ دي كده، اللهم صل على النبي. اللحمة المفرومة مع السبانخ بالشكل ده كده بدأت تهبط اهيت، نار شديدة. باخد شوية من السبانخ دي كده باللحمة. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ اه لحمه مفرومه
حديد بروتين موجود في الطبق ده، اصبح ان الاكله بتاعتي دي فيها كل العناصر الغذائيه اللي احنا عايزينها، والبهريز والشوربه اللي نازله من ميه السبانخ هستعين بيها. حط شويه شوربه كده هنا اهو، شفت الشوربه دي اهي، شوربه على اللازانيا. ما هي اللازانيا دي عايزه سائل تستوي فيه اهو. حلو قوي يا عم الشيف، واقلب كده. الصوره كده حلوه معانا يا شباب. تمام، ناخد شويه بشاميل من الخفيف اللي عندي ده كده. عجينة البيتزا مدرسة مختلفة، من مكان لمكان ومن مطبخ لمطبخ ومن بلد لبلد. طلينا بيعجنوها دقيق وزيت ومية، البعض بقى بيحط لها، احنا نبدأ نحط لها بيض، يعملوا عجينة اللازانيا اللي عجينة البيتزا بالبيض، حط لها زبادي، حط لها إضافات يعني، ولكن الإضافات دي سليمة ممكن. عجينة البيتزا ببساطة خالص عبارة عن دقيق، دي الطريقة اللي هي يعني سهلة، وخميرة. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ حلوة. الطبق ده كل حاجة فيه. يساوي الخلطة دي كده اهو، لحمة المفرومة مع سبانخ، وبقى فيها حديد، وبقى فيها بروتين. نحط طبقة من اللازانيا بالشكل ده كده. هنا بقى طبقة اللازانيا هنا مش تبقى ايه كتير زي الأولانية، لا تبقى الكمية دي كفاية كده اهو. ناخد اللازانيا نكسرها هنا، خلي بالك مش معناته اللازانيا دي متكسرة يعني خلاص ما نستخدمهاش، لا خالص بالعكس اهي زي الفل اهو. نحطها في الفراغات دي كده. ركز معايا بقى بقية البشاميل هنا، اللهم صل على النبي، ننزل بيه كده اهو. غرقها بشاميل طبعا فيها ميه السبانخ. الله 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 عليك يا عم الشيف، واكلت لازانيا بطعم مختلف مش هتلاقيها غير عندك انت وبس، لان يعني بعض المطاعم اللي بيعملوا لازانيا بيعملوا لازانيا باللحمه المفرومه وخلاص يعني، وده المعتاد، انما التجديد والتغيير ده في ايدك انت. كده هي كامله زي الفل. بسوي البشاميل على الوش. الجبنه مش هنحطها خالص دلوقتي، الجبنه بعد ما تستوي. حابه تحط جبنه موزاريلا اهلا وسهلا، تحط جبنه شيدر اهلا وسهلا. هناخد دي زي ما هي كده يا عم الشيف في درجه حراره الفرن عند 180. مكانها فين دي يا مخرجنا يا جميل؟ قول لي انت بقى. هو ده الكلام. الله عليك وعلى والديك يا حبيبي. بننزل بالشبكه دي تحت كده. دي مكانها عشان انا عايز نار مباشره للكسرولة بتاعت اللهم صل على النبي. فيها سوائل، فيها البيض، اللازانيا ما استوتش يا شيف مغازه، هنبص عليها في الاخر ونشوفها، لان انا هنا البشاميل بتاعي خفيف فبيساعد على تسويه اللازانيا. الصوص بتاع السبانخ واللحمه المفرومه خفيف في سوائل فيساعد على تسويه اللازانيا. حبايبي اللي بيتابعوا يشوفوا دلوقتي ان انا حطيت اللازانيا من غير سوى، فانا بجاوب على السؤال اللي حضراتكم بتفكروا فيه. تعالوا مع بعض نشوف اللازانيا. السادة المشاهدين دلوقتي يهمهم اللازانيا استوت ولا ما استوتش. طلع اللازانيا من الفرن عشان نحط عليها الجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوة دي؟ طب بص عليها وهي في الفرن كده يا شفيق، انا خلي بالك والله انا ما فتحتش عليها الفرن من ساعة ما حطيتها. ايه الصورة الحلوة اللي على الشاشة دي؟ الله يبارك فيك. ايه الحلاوة؟ لسه خلي بالك ده لسه لها جو تاني خالص. ما هي لسه ما استوتش. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اللازانيا المرحلة الأولى من السوى. بص عليها كده وملي نظرك منها. حاضر عينيا. حلوة أوي. لسه هنحط عليها حاجات كتيرة. عينيا تسلم لي يا حودة. اللازانيا على الشاشة قدام حضراتكم في المرحلة الأولى من السوى. لسه ما استوتش كامل، سوى كامل، لسه هنحط لها الجبنة وندخلها الفرن. ده الطبيعي. ما ينفعش احط جبنه اي نوع جبنه على لازانيا وهي لسه ناشفه، تخليها الاول تستوي في البشاميل وصوص البولونيز بتاعها اللي معاه سبانخ. شايفين التفاصيل على الشاشه. هناخد الجبنه اللي احنا حابينها، معانا موزاريلا ومعانا شيدر الاثنين، نقوم نعمل شكل حلو كده واحنا واقفين مع بعض. نحط ده وده، اللي عايز ياكل من الموزاريلا اهلا وسهلا.
واللي عايز ياكل مش يقدر. اهلا وسهلا. حاضر عيني. زي الفل. نحط الشيدر بتاعنا. والله جديدة يا شيف ديت. احنا بناكل لازانيا في المطاعم دايما بلحمة مفرومة وخلص الكلام. تخيلي بقى لما تضربي السكينة هنا والواحد ياخد غطس فيها كده يطلع له سبانخ بالورقة بتاعتها كاملة. بتتكلم مصري. يطلع له لحمة مفرومة ضاني أو كندوز. يطلع له لازانيا. يطلع له بشاميل وهكذا. هناخدها زي ما هي كده مخرجنا الجميل. حلو. ونحط شوية الايه الزعتر عليهم. فين يا ولاد الزعتر؟ اهو ناخد الروزماري ده كده. الحاجات دي مهمة جدا على فكرة. كل الجراتان اللي واخد جبنة يحب الزعتر ويحب فليفر على الوش. عشان كده البيتزا دايما لما تيجي تعمليها لما تحط عليها شوية زعتر قبل ما تدخلها الفرن بيبقى طعمها مميز. يلا. درجة حرارة الفرن عندي كام؟ 180. ايه المطلوب من الفرن هنا يا عم الشيف؟ تسوية الجبنة وتحمير الجبنة. صينية لازانيا بتتكلم مصر مش طلياني. زي ما هي كده هندخلها الفرن يا عم الشيف. سخنة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا حلوة. اللهم صل على النبي. هندخلها الفرن هنا على الشبكة. بص عليها كده يا براذر. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ حلو. خلصنا من اللازانيا. تعالوا الفراخ مع بعض اللي استوت كمان نطلعها عشان نغرف الاكل بتاعنا. قول لي اقفل الفرن. بقفله. زي ما ايديا. لا الجبنه هتسيح بس. اقفلك. تمام. آمر. لازانيا بطريقة مختلفة فيها الهرم الغذائي حديد بروتين نشويات كربوهيدرات كل حاجة فيها. السبانخ الحديد البروتين اللحم الضاني اللي أنا معصجه في قلبيها والنشويات احنا عارفينها اللازانيا لأن اللازانيا زي أي نوع مكرونة من الدقيق والماء وقليل من البيض والزيت. دي عجينة اللازانيا زي أي نوع مكرونة. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على الحبيب. قول لي مكانها حلو كده. قول لي ولا تخبيش يا زين. إيه الجمال ده؟ صورة متعددة الألوان فيها الجبنة الموزاريلا فيها الجبنة الشيدر الروزماري والزعتر واللازانيا مستوية. تعرف ان هي استوت ولا ما استوتش ازاي؟ اول ما تلاقي اللازانيا ظهرت على الوش وطلعت فوق زي الكيكة او زي التورتاية. عملنا لازانيا في وقت قياسي. عملنا لازانيا في وقت قياسي. عملنا شوربة بطاطس بالكريمة. عملنا فراخ مشوية. برضو تاني بكرر مش مطلوب من حضرتك يا ست الكل يا ام يا خالتي يا عمتي يا العروسه الجديده يا لكل بيتابعوني انك انت تعملي الاكل بتاعك ده في وقت قياس. اصل انتوا معظمكم بتخشوا المطبخ ما بتقدروش تعملوا الوقت الاكل في الوقت ده. ده مش معناته انك انت ضعيفه في المطبخ ابدا. انا معايا مساعدين شطار بطلع بلاقي زي الدكتور الجراح كده بخش الاستوديو الامانه يعني بلاقي كل حاجه جاهزه. انا بطبق الحاجه على هوا مع حضراتكم لان وقتنا من ذهب على شاشه القناه الاولى. اللازانيا بلاقيها جاهزه. اللحمه المفرومه زي ما انتوا شايفين كده. البطاطس متقطعه، الفراخ متنضفه وجاهزه، السلطه معايا كل يوم طبيعي، عندنا السلطه بتاعتنا النهارده، سلطه الخضار المشكل بالفليفله مكسيكي هي، واخده الفليفر بتاعها من الخل البلسمك مع زيت الزيتون وعصير الليمون. ايه الحلاوه دي يا عم؟ سفره متنوعه الالوان والطعم وكل حاجه. والمخرج الجميل يبدع الصوره الحلوه على الشاشه. مطبخنا النهارده بسيط وسهل مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا في انحاء العالم. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.